صلى على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وايده بنصرك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوه الايمان الزوار الكرام جميع شيعه امير المؤمنين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان شاء الله اكون معكم ان شاء الله في هذا الوقت الذي يعني ذهبت الكثير من الدقائق المهمه ولكن لي قد يكون لوجود بعض الاشياء التي تجاوزناها تحياتي لكم وان شاء الله ابدا معكم اليوم في طرح قضيه مهمه حسب الوقت الذي عينته خلال هذه المقدمة مقدمة البرنامج التي دائما أدخل فيها إلى برنامج لبيك يا حسين أو برنامج يا حسين كيف ما كان أدخل فيها لشرح بعض الأمور المهمة والقضايا العقائدية والتاريخية اليوم بما أننا يعني نعيش أجواء شهادة سيدتي ومولاتي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام بغض النظر عن الأعياد التي تقامها في هذه الليلة بالتحديد ليلة يعني انتقال السنة الميلادية لولادة سيدنا المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ولكن شيعة للبيت وأتباع للبيت عليهم صلوات الله وسلامه يعيشون هذه المأساة ولهذا أحاول أن أوازن ما بين يعني اليوم بالتحديد اوازن مع بعض القضايا المهمه التي سوف اطرحها مع هذه المناسبه ولاده السيد المسيح او انتقال السنه الجديده، اليوم سوف اتحدث عن الخطبه الفدكيه خطبه الزهراء فاطمه عليها افضل الصلاه والسلام. واحاول قدر الامكان ان اتطرق الى بعض المضامين المهمه التي جاءت في هذه الخطبه الشريفه طبعا هذه الخطبه تعتبر من الخطب التي كان لها وقع خاص أولاً على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام باعتبار أن جميع الأئمة عليهم صلوات الله وسلام وكانوا آه يعني آه لا أقول أشبه بأنهم يحفظونها، نعم هم يحفظونها باعتبار أنها الأساس الذي أسسته سيدتي ومولاتي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام في بيان الكثير من الأمور في هذه الخطبة الشريفة. مع وجود طبعاً مع وجود هكذا أقول مع وجود المدلسين في التاريخ، واولئك الذين يحاولون ان يشوهوا التاريخ من خلال جعل هذه الخطبه كانها شيء يعني نزعه نفسيه او انها عواطف حملت الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام في القاء خطبتها. لهذا انا عنونت هذه الحلقه بعنوان الخطبه الفدكيه للزهراء عليها افضل الصلاه والسلام ومضامينها الالهيه. أنا أقول مضامين إلهية باعتبار أن سيدتي ومولاتي فاطمة عليها السلام قد ركزت على جانبين مهمين في هذه الخطبة. وأنا قلت لكم أحاول قدر الإمكان أن يعني أن أجمع الموضوع بحيث أنه يصل واضح إلى كل الإخوة والأخوات الذين يتابعونني الآن من على شاشة قناة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك مضمونين او جانبين او خلينا نقول اساسيا ركزت عليهما الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام اذا لم نقل على ان الخطبه قد الخطبه عفوا قد قسمتها قسمين القسم الأول هو فيما اختص بالعلم الإلهي واختص بالنشأة الأولى واختص أيضا بما يجري في يوم المحشر و هناك كلام واضح من مولاتي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام في بيان شأن القدرة الإلهية والنعمة الإلهية التي أفاضها الله سبحانه وتعالى عليها وعلينا هناك إشارة إلى العلم إلى الحكمة إلى القيم السامية التي يعني جاء جاءت بها الرسالات الالهيه هذا جانب جانب مهم ركزت عليه مولاتي فاطمه عليها افضل الصلاه والسلام واستعرض ان شاء الله معكم ان شاء الله بعض مضامين هذه الخطبه. الجانب الثاني كان جانبا مهما ايضا باعتبار انه اشبه بالقسم الاول او القسم الثاني عفوا. القسم الثاني اذا صح مني التعبير بان قسمت الخطبه الى قسمين، القسم الثاني تركز حول مساله الولايه. وقبلها الرسالة وهناك إشارة من مولاة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام من بيان شأن الرسالة الإلهية بعد شنو بعد قضية التنزيه يعني أنها أنها دعت المسلمين إلى مسألة تنزيه الله عن الصفات وأيضا عدم الإشراك به وهذا طبعا إشارة واضحة إلى أن هناك عملية شرك قد تحصل وحتى يعني حتى بعد فقد رسول الله صلى الله عليه واله ولعلها الزهراء فاطمه قد اشارت في خطبتها هذه. هناك ابتداء ابتداء بدا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله والاثر الكبير الذي تركه في الامه الاسلاميه. ومن ثم عرجت على صاحب الولايه العظمى سيدي ومولاي امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام وتذكير الناس من ان هناك واجب واجب نص او واجب نصي كان عليهم من خلال الالتزام بولايه علي صلوات الله وسلامه عليه وهذا قام طبعا بالدليل والدليل الملموس باعتبار انه نص الغدير والى اخره من الامور المتعلقه في قضيه ولايه علي صلوات الله وسلامه عليه. كيفما كان الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أسست أساسا جدا مهم في, هذا في هذه الخطبة بحيث أنها ابتدأت من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا في الجانب الثاني طبعا في القسم الثاني بدأت من رسول الله صلى الله عليه وآله وأشارت إلى سيدي ومولاه صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه وهذه الملازمة التي أرادتها مولاتي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام من أن تخلقها في هذه الأجواء هذه الأجواء المسمومة هذه الأجواء المريضة هذه الأجواء التي كانت في ذلك الوقت تحاول أن يعني أن تزيح سيدي وملاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن حق الطبيعي وأنا أقول حق الطبيعي باعتبار أنه نص جاء من رسول الله صلى الله عليه وآله من الله سبحانه وتعالى بتنصيب أمير المؤمنين ولكن القوم قد بدلوا القضية وحولوها إلى شورى والكارثة ليست هنا من أنه الشورى لم تستمر لأن الأول قد أوكل إلى الثاني والثاني أوكل إلى ستة وبعد الثالث أخذها معاوية بن أبي سفيان وإلى آخر هذه الأحداث التي واقعا لو أننا درسناها بعقل منصف لوجدنا لو أن هناك الكثير من الأشياء صدق نضحك عليها يعني نضحك عليها انه كيف وصل المسلمون الى هذه الدرجه من يعني من الغباء اقول من العنجهيه بحيث انهم تركوا الحق يعني تركوا علي صلوات الله وسلامه عليه وقد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه واله وهو يحاكي يا عمار يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي واديا اخر شنو؟ فدع علي لا 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 فدع الناس كل الناس يعني مو جماعة لا لا كل الناس فدع الناس واسلك مع علي إذا شفت علي بن أبي طالب وحدة والناس كلها منا لا روح ولا ورا علي بن أبي طالب ليش يا رسول الله فإنه لا يخرجك من هدى ولا يدخلك في ولا يدخلك في باطل هذا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إذا لو أننا أتينا إلى مسألة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه وخطبتها عندما نأتي إلى النص الأول نجد أنه ابتداء بدأت سيدتي ومولاتي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام بعملية شكر النعم الإلهية التي أفاضها الله علينا كبشر وبما أنها من البشر على لطف عنصرها وعظمتها فإنها تتحدث في هذا الجانب وتريد أن تؤكد للأمة الإسلامية آنذاك من أننا كلنا نتبع إلها هذا الإله قد من علينا بالنعم ماذا تقول عليها أفضل الصلاة والسلام الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أزداها إلى اخره من هذه الامور، يعني ان هناك اشاره واضحه من سيدتي ومولاتي فاطمه عليها افضل الصلاه والسلام بالاذعان والاعتراف بان هناك نعمه عظيمه اعطاها الله سبحانه وتعالى لنا كبشر فيجب علينا ان نشكر. بعد ذلك بدات يعني بالانتقال الى مرحله جدا مهمه، هذه المرحله هي مرحله يعني التوحيد او اصل التوحيد. هنا تتحدث سيدتي ومولاتي عليها افضل الصلاه والسلام عن التوحيد وتبين مساله التوحيد وعدم الاشراك بالله سبحانه وتعالى وكيف ان التوحيد هو الذي يقود الانسان الى تلك السعاده الابديه لانه يضع امام عينيه او فيه كهدف مستقبلي على انه يرتبط بالواحد الاحد ودعت الناس الى عدم الاشراك طبعا عدم الاشراك اشاره من سيدتي ومولاتي عليها افضل الصلاه والسلام فاطمه من انه فيما اذا خالفتم فانه اشراك. ليس بذلك الاشراك الذي يعبد يعني الانسان يعبد الصنم ويعبد رب العالمين الى اخره من هذه الامور التي تدل على انه هذا الانسان مشرك او انه غير مشرك. بالنتيجة أرادت أن تؤكد على هذه القضية وأرادت أن تؤكد أيضا من أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بالعقل أليس بالروايات نحن نقرأ من أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الخلق خلق العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي بك أثيب وبك وعاقب سيدتي ومولاتي فاطمة عليه السلام أرادت أن تؤكد على هذا الجانب وعلى هذه المنحة الإلهية العظيمة التي هي اسمها العقل في إشارة واضحة وبينة من أن قضية العقل تستطيع أيها الإنسان المسلم أيها الإنسان بشكل عام أن تميز الحق من الباطل ولهذا تحدثت عن تنزيه الذات الإلهية من كل أدران الشرك. ماذا تقول عليها أفضل الصلاة والسلام؟ أنا أحاول قدر الإمكان أن أستجمعها ضمن الأشياء المهمة وأدخل إلى ما أريد. في هذا المقطع تقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في الفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، تنزيه كامل. يعني تنزه رب العالمين عن كل الاوصاف التي من الممكن ان يصفها الانسان انني ارى الله سبحانه وتعالى ان له عين، انه له فم، انه له انف الى اخره. ومن الالسن صفته، ومن الاوهام كيفيته. ابتدع الاشياء لا من شيء كان قبلها، رائعه جدا هذه الخطبه من ان هناك معرفه كبيره من سيدتي ومولاتي فاطمه من انها تتحدث بهذه البلاغه. هناك بلاغه واضحه وانشأها بلا احتذاء امثله امتثلها كونها بقدرته وذراها بمشيئته لو تقرون هذه الخطبه ستجدون الكثير من الاشياء زين بعد بيان قضيه التوحيد واللي واضحه هنا زد يعني جدا واضحه ان سيدتي اموالاتي فاطمه تحدثت هنا عن ان الصانع والخالق قد من علينا بالكثير من النعم. وهذه النعم من أول النعم أرادت أن تدخل إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال التوحيد أو من خلال هذه النعم التي أنعمها الله علينا يعني مثلا أنا هسه أقول الله سبحانه وتعالى أعطاني عين أعطاني وجه أعطاني أشياء نعم كبيرة بجسمي ولكن أفضل نعمة وأعظم نعمة هي نعمة الولاية لعلي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا نحن في يوم الغدير نبارك لبعضنا ونقول الحمد لله على نعمه الولايه هنا الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام ارادت ان تمزج ما بين النعم الالهيه الكبيره وما بين النعمه الاصليه المتمثله بمن المتمثله برسول الله صلى الله عليه واله، هذه النعمه التي لا يضاهيها او لا تضاهيها نعمه. ماذا تقول سيدتي امولاتي فاطمه بعد ان نزهت الخالق سبحانه وتعالى عن كل الصفات الانسانيه او الدنيويه؟ تقول: واشهد ان ابي محمد عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل ان ارسله، وسماه قبل ان اجتبله، واصطفاه قبل ان ابتعثه. إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة علما من الله تعالى بمآيل الأمور إلى آخره حتى تصل إلى إلى هذا المقطع ودعاهم إلى الطريق المستقيم أولا وبصرهم من العماية وهدا وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم ثم قبضه الله إليه قبضة رأفة واختيار ورغبة وإيثار هنا سيدتي ومولاتي تقول قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار أرادت مولاتي فاطمة أن تبين قيمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة، وكيف أنه أخرجها هذه الأمة من قمة السفالة، من قمة الدناوة، من قمة السقوط بكل أنواعه إلى أمة عظيمة، تمثلت في أن المنهج الأخلاقي الذي أسسه رسول الله إنما هو كان أساسا لعملية التغيير في كل مناحي الحياة لهذا دائما أقول وكنت قبل يوم كنت أتناقش في أحد الإخوان سألني قال لي قال لي قال لي يعني الأنبياء كليتهم يعني الأنبياء تعرضوا إلى مآسب هاي القضية يعني تعرضوا الى ماسي مو طبيعيه في قضيه النشر بالمناشير او حرقهم او تقطيعهم او يعني باشياء مو طبيعيه وياتي رسول الله ويقول على انه ما اوذي نبي بمثل ما اوذيت شنو هالمفارقه هاي الموجوده؟ قلت له مو بس هاي، قلت له اصلا رسول الله صلى الله عليه واله في مكه معزز مكرم اموال عده ولما راح الى المدينه هم ايضا معزز مكرم وبقي معزز مكرم قال لي زين مثلي يعني يعني انت ما معترض قلت له لا انا ما معترض انا يعني كل ما هنالك اريد اكد كلامك على انه ما تعرض الى اليه الانبياء كان اشد من رسول الله ولكن لماذا قال رسول الله ما اذى نبي بمثل ما اذيت المشكله الحقيقيه التي كانت تواجه النبي هو في المنافقين اذيه رسول الله في المنافقين لان المنافق في المجتمع واضح واضح على انه هو انسان ناسك متعبد، انسان يفيض حنيه ورحمه ولكن في داخله شيطان، رسول الله على ذيك العقول اللي موجوده شو يريد يقول لهم؟ يقول لهم, لهم يابا ترى هذا منافق، ترى هذا مو خوش انسان، يقولوا له لا يا معود خلينا رحم الله والديك رسول الله على عيننا وراسنا بس هذا شوف صلاته شوف كذا، ولهذا بالتاريخ اكو احداث صارت اكو احداث كبيره مثل قضيه الخوارج مثل ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قضيه صلاه التراويح اللي قبل حلق كم حلقه تعرضت لها انه علي بن ابي طالب اراد ان يغير السنه اراد ان يغير قضيه التراويح ويمحيها لانها ليست من سنه رسول الله صاح وعمره وسنه عمراء هذا المجتمع اللي كانوا يعيشون به الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام ارادت ان تؤكد على ان رسول الله قد يعني قد اخرجكم من الجهاله يعني انتم مجموعه من الجهال مجموعة من الأناس أو مجموعة من, من الأمة أو أمة كانت تعيش في الجهل ولكن رسول الله أخرجها أخرجكم من هذا الجهل وجعلكم على قولتنا بالشعبي أوادم هاي اللي احنا نقولها زين هنا بعد ما أكدت هذا الشيء انتقلت سيدتي ومولاتي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام إلى أهم القضايا بالخطبة ألا وهي قضية ولاية عليه صلوات الله وسلامه عليه والوصية بالخلافة وخلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا عندما نأتي يعني عندما نأتي إلى هذه القضية نجد أن الكثير من الناس عندما يقولون أنها خرجت من أجل فدك ومن أجل القضايا التي أخذها منها الأول نعم هذا مهم باعتبار انه كان يعني كان لوجستيا على ان هذه الاراضي باعتبارها يعني تعرضت الى يعني قبل كم حلقه تعرضت الى قضيه فدك وارض فدك وكيف انها لم تفتح بخيل ورجال وانها منحة ونحله من رسول الله صلى الله عليه واله تنعمت بها تنعمت مو شخصيا لا تنعمت من اجل مساعده الفقراء في حياتها ولكن بعد شهاده رسول الله اخذت منها فدك إلى آخره ولهذا عندما خرجت الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام أرادت أن تؤكد على قضية الخلافة الإلهية الخلافة الإلهية التي لا يختلف فيها اثنان في ذلك الوقت من أن النص قد نص على عليه صلوات الله والسلام عليه حتى أنه مشهور عند أهل العامة بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة زين ماذا تقول فاطمة تقول أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله في أنفسكم وبلغاؤه إلى, إلى الأمم وزعمتم حق لكم لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم شنو كتاب الله الناطق والقرآن الساطع والنور الساطع والضياء اللامع بينة بصائره هذا أول شيء بعد ذلك ماذا تقول مولاتي فاطمه تستمر بالكلام وتقول وتقول فجعل الايمان تطهيرا لكم من الشرك اي ايمان عن ماذا تتحدث فاطمه عليه السلام تتحدث عن الايمان الحقيقي الايمان الحقيقي يكمن في انك تقتدي بما قاله رسول الله صلى الله عليه واله ليس لان رسول الله هو على قيد الحياه انا التزم بما يقوله بعد ما يتوفى او يستشهد انا ما التزم به، لا لا هذا مو ايمان. هذا مو ايمان، حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرام محمد حرام الى يوم القيامه. الاشاره واضحه تقول: فجعل الايمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاه تنزيها لكم عن الكبر، والزكاه تزكيه للنفس الى اخره. بعد ذلك تقول تقول على انه ولا تموتن الا وانتم مسلمون وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء إشارة واضحة من أنه الباب الأول للدخول إلى ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه بعدها جاءت اللحظة الحاسمة هذه اللحظة الحاسمة تمثلت في أن دخول فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام بصورة رائعة جداً بعد بيان هذه الامور دخلت الى معترك جدا مهم وهو انها ذكرتهم بكلمه واحده من انكم تعلمون من ان رسول الله صلى الله عليه واله اولا لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وان الله سبحانه وتعالى قد قرن قد قرن الغضب الذي يكون من فاطمه عليها السلام بغضبه بالحديث المشهور وهذه الامور كلها اختصرتها سيدتي ومولاتي فاطمه عليها افضل الصلاه والسلام شانها عند ابيها شانها عند رب العالمين مكانتها بين المسلمين مكانتها عند رب العالمين باعتبار انها لها خصوصيه في قضيه انعقاد نطفتها وولادتها والى اخره من هذه الامور هذا الأمر تكلمت بكلمة واحدة ماذا قالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة اعلموا أني فاطمة شوفوا الكلام الآخر اللي قالته فاطمة سلام الله عليه طبعا اعلموا أني فاطمة بالتأكيد هم يعرفون فاطمة و وأبي محمد هم يعلمون أن الزهراء هي بيت رسول الله ولكن هذه الاشاره الواضحه من الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام ارادت ان تؤكد من انه هناك شيء مهم جدا يجب ان تعلموا به وهو او تعرفونه وهو ان الرسول قد ختم الرساله ولا بد لهذه الرساله من تنظير او مفسر او موضح او اي شيء ولا يقوم بهذا الامر الا ذلك الانسان الذي هو مطلع على ما جاء في هذه الرساله وهل يوجد اكثر من علي صلوات الله وسلامه عليه في هذه القضيه؟ طبعا تاتي الى الى امير المؤمنين ولكن الكلام اللطيف اللي بدات به ايها الناس اعلموا اني فاطمه وأبي محمد أقول عودا وبدءا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعزوه فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم. تأكيد من أنها اختصت بأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. واخ واخ ابن عمي دون رجالكم يعني ابويا والدي رسول الله هو اخو ابن عمي اخو ابن عمي باعتبار انه قضيه المؤاخاه الموجوده ما بين الانصار وال... والمهاجرين في كلتا الحالتين كان رسول الله يؤاخي عليه صلوات الله وسلامه عليه جدا دقيقه الخطبه اخواني اعزائي واخ ابن عمي دون رجالكم ولنعم المعزى إليه صلى الله عليه وآله فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين إلى آخره بعد ذلك تأتي فتقول فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله بعد التي بعد اللتية والتي طبعا اللتية والتي تحمل كثير من ال الكلام ولكن الوقت لا يسمح لانه هنا التي والتي فيها يعني فيها جهود كبيره لرسول الله صلى الله عليه واله وفيها محاوله المنافقين الى آخر من هذه الامور وبعد ان مني ببوهم من الرجال هذا هذه اشاره واضحه جدا من سيدتي مولاتي فاطمه عليها افضل الصلاه والسلام من ان رسول الله كان يعني مبتلى ببهم الرجال الرجال البهائم شو إحنا في مجتمعنا يعني في مجتمعنا احنا يعني مبتلين ببهائم هذه البهائم لا تفهم لما تتناقش وياهم في موضوع معين ما يفهمون لأنه بهيمه وحشاكم وأجلكم الله وذوبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله إلى آخره هنا شو تقول ف وفغرت فاغره من المشركين قذف اخاه في لهواتها، بدات بالحديث عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فلا ينكفئ حتى يطا صماخها باخمصه على علي صلوات الله وسلامه عليه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله، مجتهدا في امر الله، قريبا من رسول الله سيد الاولياء مشمرا ناصحا مجدا كادحا وانتم في بلهه او بلغه من العيش ارادت ان تثبت هذه الحقيقه من انكم في الوقت الذي كنتم تسعون الى الحياه الرغيده علي بن ابي طالب كان يجاهد بين يدي رسول الله، كان يجاهد من اجل تثبيت الدين على هذا الاساس بدات الكثير من الامور، طبعا هنا هواي امور يعني انا ما اقدر بعد يعني اتطرق لها لانه الوقت ولكن الواضح من هذا الامر ان هذه الخطبه الشريفه لسيدتي امولاتي فاطمه عليها افضل الصلاه والسلام تعطي مضمونا واضحا من ان الحق مهما حاول كتاب التاريخ ان يجعلوه خارج نطاق السيطره فان الحق هو المسيطر وأنما قامت به فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام في تثبيت ولاية أمير المؤمنين، والنص نص على عليه صلوات الله وسلام عليه هذه أصبحت علامة بارزة في المذهب الشيعي، ولهذا حري علينا أن نعتني بهذه الخطبة ونعتني بمضامينها ونعتني بما جاء بها. أنا اليوم إن شاء الله يعني لأنه الوقت أخذنا وما راح على ما اعتقد استاذ سجاد تحياتي لك والاخوه الاعزاء انه الزياره احنا يعني انا راح ازور نيابه عن الاخوه والاخوات في حرم الامام الحسين سلام الله عليه و اذا شوف إن اذا نقدر نزور هسه ما شاء الله اليوم كربلاء خير وبركه اللهم صل على محمد وعلى محمد شيء يبحث يعني يبعث عن الراحه في القلب وإن شاء الله إن شاء الله إذا ما حصلت الزيارة في هذا البرنامج هناك زيارة في حرم المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليلة ليلة الجمعة وأعذروني اليوم يعني اليوم شوية هذا يعني هاي الحلقة وبالتحديد في قضية الزهرة عليها أفضل الصلاة والسلام يعني واقعا أكو أكو بعض الأشياء يمكن يمكن إحنا نقولها نقولها لابد من الاحترام ليلة رأس السنة على عيننا وراسنا ولكن أنه الأغاني وهالأمور هاي نص الشارع في هذه الأيام أيام شهادة الزهراء سلام الله يمكن واحد يقول أهو بدأت الكآبة وبدأ لا هي مو قضية كآبة احنا عندنا منهج وهذا المنهج على أقل على الأقل نقيسه بالمقاييس العادية احنا لو عندنا وفاة لأحد لأحد أرحامنا أحد أرحامنا أحد أرحامنا إذا زيارة موجودة يمي هم أكون ممنون منكم أحد أرحامنا ويموت يعني أنت تقدر أنه سوي مجال فرح وكذا هذه الزهراء فاطمة عليه السلام بس احنا ما نقول انه عيش بكابه وعيش هذا كل انسان هو يجده على 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 حاله ولكن هناك مساله احترام مساله احترام على هذا الاساس ان شاء الله اكون في الزيارة الشريفة لسيد مولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وإن شاء الله أكون مع كل إخواننا عزائنا على مدى أنه تكون الزيارة ولو بهذا الوقت القصير ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بخمسة دقائق وشكرا للإخوة الأعزاء اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث امير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن خديجه الكبرى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله امه ظلمتك ولعن الله امه سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا ابا عبد الله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مذلهمات ثيابها واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي واشهد ان الائمه من ولدك كلمه التقوى واعلام الهدى والعروه الوثقى والحجه على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن وبايابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وامري لامركم متبع صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى اجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غايبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشان الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد ويجعلني معكم في الدنيا والآخرة سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله شكرا لانك شكراً قد رسمت زمانك وزرعت في إنساننا إنسانك شكرا لصدرك حين ضج به الظما والماء حولك قد غدا ظمآنك شكرا شكرا لكل دماك حين نزفتها يوم الطفوف وصيغتها قربانك شكرا شكرا لأنك ثورة قدسية يا حسين شكرا لأنك ثورة قدسية درية تهب الأنام لسانك شكرا يا حسين لبيك داعي الله لبيك يا شهيد شهيد. لبيك يا مظلوم لبيك, لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين